والله الذي لا إله غيره. شفت يا لمين تفتح 600 بلاغ، ما نخلي الكلام عنك لأنك تنشر الدجل وتنشر الشعوذة وقاعد بتنبه بالكورة. يا زي انت ايه بعرفه بالكورة؟ انت عرفت شنو الكورة؟ قال انتهينا من الهلال انا قبل على المريض. عجبني واحد رياضي ساي رد عليه والهد، قال لي تهزل شوف شوف التشيكس بتاعك شوف حنتك وين. قال لي المدرب في مدرب هنا قاعد. حديث ثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء. شوف تمشي لك يا فقيه، فقيه الفقه اللي بتلقاهم قاعد لابتين في زقلانه لابتين ما عارف لك في ربيط وفي السكانيبه وفي غيره وفي غيره، دير الفقه وبيجاي في بحري وفي المرغنيه وغيره وناس سيدي الحسن، دير الفقه بتاعنا الحجبات وبتاعنا البخرات اضيعوا الناس وضيعوا العقيده في البلد دي. ولا بد من كشف التصوف ولا بد من كشف المجرمين على اوسع نطاق حتى يعلم الناس شر هؤلاء الكهنه. ديل اعداء الرسول عليه الصلاه والسلام، والله ديل اعداء الاسلام، اعداء القران، اعداء الانبياء، اعداء الرسل، اعداء دعوه التوحيد. ديل الكهنه ديل، ديل المجرمين ديل، ديل ضيعوا العقائد، ديل الان الذين ينشرون الشرك باسم الدين في الاذاعات وفي القنوات. والدار بتنشر جريده الدار، انت بتكورك مالك؟ انت بتكورك مالك؟ مش ابوك الشيخ قالوا منزل الطياره في الأبيض خلينا يرسل لنا طياره انتروف طريقنا تتعلى متكورك لشنو؟ وما بيقدر ما يغشك، ما بغشك والله الذي لا إله غيره. هؤلاء كما قال الله عز وجل عنهم، قال ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أصمم نخاف، لم نخاف من بوري، لم نخاف من أي معاينة بالفقيه، أي معاينة؟ أنت معنا تفاشل، معنا تفاشل. والفقيه ذاته لو جاء أمريهم معاينة ما بيسقط. زي ذكرني بل الغايب، بل الغايب ده منتشر في الإعلام برضه بينشروا له. قال طبعا قال البلد دي حارس النحل وحارس الجن وايام كاس العالم. قال البرازيل بيشيل كاس العالم، والبرازيل حسب الكلام الجاني قال البرازيل طقطقوها 7 ولا 6 وطارت برا المونديال. يا زول وين بل الغايب يا كذاب؟ ربنا داري يكذبوا عشان الناس يعرفوا حقيقه الدجل والشعوذه، لانه كثير من الناس مصدقين وكثير من الناس يغتروا بهؤلاء. والله واحد رايح عليه حاجه ابويا الشيخ، عندنا واحد في هناك في منطقتنا في حلتنا هنا اتسرقت منه 11 مليون، فات لي واحد اسمه الياقوت 11 مليون وبكون شال منه بياض 300، الله اعلم غيره. عارف البياض شاله كم؟ قال له ان شاء الله بتجي، لا جات ال 11 ولا جات ال 300، بقت جمله المسروق 11 مليون و 300. والله لانه داك سرقك وانت نايم وده سرقك وانت صاحي، اديت له براك ولا مخير ولا في زول شايل لك عكاز ولا شيء. دفعوا 300,000 ولا 500,000 يعني ده دجل، دي شعوذة. الآن ما من مسجد المساجد التصوفية إلا تلقى الحجبات والبخر والكهانة والقرافة، غير ذلك من الأمور التي هي من خصائص. بعد ثاني شيء ثاني، لكن لطالما كنا أحياء نتكلم في التصوف ونضرب شيوخ الطرق الصوفية ونحذر من أهل التصوف ونحذر من أخوان المسلمين ونحذر من جماعة التبليغ، ولا نخشى في الله لو متلم وانصار السنة ذات ونحذر منه. ليه؟ لأنه نشروا الدجل. الإذاعات شغالة في كتاب أزاهير الرياض للشيخ عبد المحمود ولدايم، قال الرجل طابت وهي ما طابت، رجل خابت كم به من نفوس خابت تعيس مذموم. قال يكتب لمن به حمى. انت لو عندك حمى بتمشي وين؟ مش بتمشي المستوصف، تمشي الحوادث، يا تمشي مستشفى ام درمان، يدوك حقنه يدوك حقوق الحمى تطير. لكن ده قال لك لو عندك حمى يكتب لمن به حمى شقش شقموش نموشلخ ابانو العجل الساعه 2. ده هذا ده اسد شنو ده؟ انت عارف ده شنو؟ دي اسماء بتاع الشياطين، اسماء بتاع الجن، اسماء بتاع يعني مرضى وشياطين يتعامل بها هؤلاء مع اولئك. عشان كده ربنا قال شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ربنا قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وانهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. عشان كده يا زول اوعك تمشي لك فقيه تقول له شوف ليه البخت ولا شوف ليه الخيره. وست الودع ذات ست الودع المجرمه، ست الودع دي مجرمه من المجارمه وهي شغاله مع ابوك الشيخ وعندها اغنيه في الاذاعه تطلبها الاغنيه لما تركب الباص. والله انا قدر ما اسافر القى في واحد فنان اسمه البيعو يا اخي دم شفت ما خل الزول ده انا ما اعرف الزول ده ماله
يغني بس اللغن الشرك. الصلاح رجال كسلة وسيد الحسن في كسلة بعشوائي ست الودع أرمي الودع لاي كشكشي شو فيه لاي كان فيه شيء ما تختشي الودع. تمشي لا ما مشرك بالله عز وجل يعني شو يعني تمشي مشرك تمشي لا ست الودع ترمي لك الودع مشرك بالله عز وجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. دي العقائد بتاعت الصوفية دي العقائد اللي بينشروها الليلة أهل التصوف وما لا بد من حرب هؤلاء هذه العقائد ولا بد من تبصير الناس بالعقيدة والتوحيد وتحذير الناس من السحر لأنه السحر منتشر. البلد دي ملانة فكية والله البلد دي ملانة فكية. تمشي السوق تلقى الواحد فارش له كمية من الحجبان ده حجاب محبة ده حجاب سكين ده حجاب عارف ده حجاب شغل ده حجاب ما عارف إيه. مرة واحد في السجانة جاء في السجانة هنا شايل حجبان قلت له الحجاب ده بتاع شنو؟ قال لي الحجاب ده بتاع معاكسات لو في زول عاكسك تطبلوا كده تاني ما في اي حاجه. قلت له جربوا فوقي طوالي مباشره عشان انا اشتري واشوف شغال ولا شغال جربوا يا كذاب. قال لي لا ده كلام انت ما بتفهمه وجرى طوالي اجري ليه انت ما قلت شغال اشتغل 200 وده كله من الدجل والشعوذه وليك على الناس واكلهم على الناس بالباطل. ربنا قال ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. عشان كده اوعك تمشي لفقيه اوعك تمشي لساحر. مشيت له وسالته وما صدقته 40 يوم ما عندك صلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما 40 يوم تصلي تقعد وقوم ما عندك أي حد. زي ما قال شيخ اللمين شيخ اللمين بتاع بيت المال ده اللمين بتاع الحنة قال والله الشيء جاي أنا ما بعرفه. أنت ما قلت ولي ما لك ما بتعرف. قال الشيء جاي ده أنا ما بعرفه لكن أبويا الشيخ بيعرفه. أمسكوا قوي نمسك في منه أبوك الشيخ أبوك الشيخ ده نحن ربنا مكننا في البلد دي نديه لك بين مركوب في صنقوره لحد ما يعرف حاجة. لأنه مجرم يدعو إلى الإلحاد ويدعو إلى الشرك ويدعو إلى الزندقة. مش ده تابع للطريقة القادرية المكاشفية ده اللمين ده القادرية شيخك بتاع القادرية قال يا اللمين قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ده كفر ولا ما كفر يا اللمين؟ شيخك قال هو الله عديل يا اللمين. تقدر تمشي تفتح في أبوك الشيخ بلاغ هو خايف منه يقول لك أبويا الشيخ ده نحن ماشيين بأجاهه نحن ماشيين بنفسه نحن ماشيين بأجاهه نحن ماشيين بنفسه. يا كذاب ربنا قال في القرآن ربنا قال في القرآن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ربنا قال في القرآن لكن ده ما بخلوك تقرأ القرآن يجيبوا لك يرقص ويتطاطح ويسلم على النسوان. والله واحدة سلم عليها بعد توقع قال مين ده ذاته يقالت في النسوان يا ولدي التمد شد حالك شد حالك يقالت في النسوان ومتصور مع النسوان وجوا الصالون بتاعه يمدح ويرقص والنسوان يرقص معاه ويتلولح. يا زول جوا بيته معلق صورة كبيرة بتاعت ود العجوز والكلام جاي إن شاء الله المحاضرة إن شاء الله التي سوف يتم فيها عن الكشف عن هذا الدجال وعن هذا المجرم وعن هذا السفيه الذي يدعو إلى هذه العقائد الكاسدة الفاسدة ويعني ينسبها للإسلام زورا وبهتانا. الإسلام بريء الإسلام بريء من هذه الطرق. والله الطريقة القادرية من أبعد الطرق عن الإسلام. الطريقة السمانية الطريقة الختمية الطريقة التجارية كل هذه الطرق لا علاقة لها مع كتاب الله ولا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله مش لو فتحت بلاغ يا اللمين يفتى لو طيرت فوق ولو طلعت دخان بأذنك برضو ما بحلها ما عندك أي علاقة مع كتاب ربنا وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنت بتشتكي ليه؟ دي حجة ده إنت ما تجد قابل تعال قابل وجها لوجه تعال الحجة قارع الحجة والحجة تعال قول دعاء غير الله عز وجل بجوز تعال قول للناس قولوا يا المكاشي عشان نردمك بآيات وأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما تفيق إلا في الأبيض. والله تجري من هنا للأبيض لأنه آيات ربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آيات تهد الجبال والآيات دي ما بتنفع مع المشركين ما بتنفع ومع الضالين ما بتنفع ومع المنحرفين ما بتنفع لأنه آيات تخاطب هؤلاء الناس وتبطل عباداتهم الباطلة التي صرفوها لغير الله. عشان كده ربنا حكى عن إبراهيم
قال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وانت أبوك الشيخ الماسي في وده ما بحل لك يوم القيامة، أوعى تسمع كلام أبو قرون. قال: يوم الخلوق الكظم أبو قرون بجيش تنظم. والله الذي لا إله غيره، ربنا قال في القرآن: أبوك يجري منك، أمك تجري منك. والله شيخ الطريقة هو ذاته تبقى في الطريقة تحله، هو ذا العريان لا لابس له سفنجة ولا خيال ساهي في رقبته معلق ما في، يديك شنو؟ وذاك بتاع القادرية برضو يقول، أو بتاع الخدمية يقول: يا مريدي تمسك بي وكن بي واثقا ليحميك في الدنيا ويوم القيامة، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكو حاضر الميزان يوم الوقيعة. قال: يوم القيامة لو كنت تابع للمكاشي ولا تابع للمين ولا تابع لزعيط ولا معيط ولا تابع لنطاط الحيط، يوم القيامة بحل لك. وكذاب. وربنا قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. ربنا قال عن اليوم ده، واليوم ده جاي، واليوم ده سوف تتذكر هذا الكلام يا اللمين ويا أتباع اللمين ويا كل أصحاب الطرق الصوفية بتذكروا الكلام ده. ربنا قال في القرآن: ها أنتم هؤلاء الجماعة بيدافعوا عن بالباطل والبيدافعوا عن الشرك وعن البدع، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وبتنكسر، والله تنكسر، والله يا اللمين ويا الصوفية ويا أهل الضلال عموما، الحق يعلو ولا يعلى عليه. ربنا قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ربنا قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا للقائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وربنا قال: بل نغزف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.